هاي. سوق القمصان العالمي هو صناعة بمليارات الدولارات مع مجموعة واسعة من العلامات التجارية. اسم تيشيرت بيعود لشكل هالقطعة يلي بيشكل جسمها وكمامها حرف تي. اكتسبت التيشيرت شعبية خلال أوائل القرن العشرين وبأواخر القرن التاسع عشر. كانت عبارة عن ملابس داخلية بقماش رقيق لامتصاص العرق. اكتسبت هالتيشيرتس البيضة مكانة بارزة بخمسينات القرن العشرين بفضل شخصيات شهيرة مثل جيمس دين ومارلون براندو، وصارت رمز للتمرد والأناقة السهلة. بيختار الناس غالباً القمصان يلي بتحمل شعارات أو اقتباسات أو صور تعكس معتقداتهم أو اهتماماتهم أو روح الدعابة، لهيك تعتبر شكل من أشكال التعبير الشخصي. سنة 2023 تم تنفيذ تيشيرت ضخمة برومانيا بطول 108 أمتار وعرض 73 متر. مين قال بعد تحقيق الرقم القياسي تم تفصيل هالتيشيرت لعشر تلاف قطعة وتم توزيعهم على الأطفال الأقل حظاً؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.